سلام الغزالات، كديري لاباس عليكم اليوم؟ ان شاء الله عندنا غادي نقدم لكم هكا واحد الجينواز مبخره، تجي رائعه هكا وخفيفه وسهله، وفي نفس الوقت بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران راه تجي زوينه. البنات هكا يجربوها تجي رائعه، ما نقولش لكم كي تجي، وتجي خفيفه وهشيشه، تجي كاع الحاجه سبحان الله العظيم مبخره، تجي خفيفة البنات هكا في العجائن بحال الخبز تاع البانيني اللي درت لكم، ممكن تمشيو تشوفوه تيجي رائع. داك الخبز البانيني المبخر هكا في الكسكاس راه تيجي ما نقولش لكم البنات، جربوه على حسابي. وهاد الجينواز تاع هي البنات راه رائعه. البنات اللي اول مره تيشوفوا القناه تاعي بعدا غادي نقول لهم مرحبا بكم، ما تنسوش تشتركوا فيها وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش هكا تبارطاجوا الحلقات نتاعي في الصفحات نتاع الفيس نتاعكم وفي الواتساب هكا مع العائله والاحباب ديالكم البنات. ودابا ندوزو طريقه تحضير المقادير. عندنا في المقادير 6 البيضات، عندي 6 البيضات هنايا، عندي قريصه تاع الملحه، عندي شاصيه الفاني، عندي 180 غرام سكر سنيده، 180 غرام تاع دقيق الفورس. تتبقى قاعده البنات لكل حبه تاع البيض تنديروا لها 30 غرام تاع السكر سنيده و 30 غرام تاع الطحين. هذه قاعده في الجينواز. انا عندي 6 البيضات، درت 180 في 180 تاع السكر والطحين. ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذ الملحه، غادي نزيدها على البيض، غادي نزيد هاد الشاصيه الفاني، وغادي نزيد السكر شوي بشوي وانا تنخدم هكا تطلع ليا هاد الخليط هذا، وانا تنطرب حتى يطلع ورغوي، وانا تنضيف شوي بشوي تاع الطحين تاع سنيده. غلط قلت لكم الطحين تاع سنيده. صافي هو بعد ما تقل لي القوام تاع الخليط يجي على هذا الشكل هذا. هذا دابا راه ناجح البنات هكا دخلوا الهواء. بالنسبه للبنات اللي بغيو هكا المبتدئات اللي بغيو يسرعوا هذه العمليه هذه، اولا ما عندهمش طرب مزيان، غادي ديروا شي بانيو هكا تاع الجاج ماشي هذا تاع البلاستيك، وغديروه في حمام مريم وغتبقاو تضربوا بالضرب الكهربائي، راه دغيا تيطلع دغيا تيطلع هذا البيض والسكر، ما تحتاجش لوقت كبير. وبالنسبه كي قلت لكم لهكا السر النجاح نتاع هاد الجينواز هادي، راه خص الحاجه فاش تديروها البنات ما يكونش واصله الماء، خص البيض يكون خارج بليله قبل من الثلاجه، ولا ما خرجتوش ليله قبل غتجبدوه من الثلاجه وغديروه في واحد البانيو وغتكبوه عليه الماء دافي وتخليوه حتى يدفى داك البيض عاد تخدموا به. هادو هما الاسرار باش يطلع لكم البيض. ورجلين تاع الطراب البنات ما خصهمش يكون واصلهم حتى هما الماء، راه هادشي الا وصلوا الماء كله راه ما غاديش يسبق لكم. دابا غادي نجيب هنايا عندي الطحين كي قلت لكم، غادي نجيب واحد الشبيكه وغادي نبدا نغربل فيه هنا، ونبدا تنخدم شوي بشوي من تحت للفوق باش ما نخسرش هاد الهواء، هاد الفقاعات تاع الهواء اللي عندي. صافي غادي نبدا نغربل كي قلت لكم هكا بشوي بشوي في الطحين، وغادي نبدا نخدم بشويه من تحت للفوق وانا تندخل هذاك الطحين باش ما نخسرش كي قلت لكم الفقاعات تاع الهواء نتاع هذا الخليط اللي عندي. نبدا نخدم فيه، ندخل الطحين مع البيض والسكر غير بشوي بشوي، صافي حتى نكمل الكميه اللي عندي تاع الطحين كامله بنفس هذه الطريقه هذه. صافي بعد ما خلطت الجينواز كي قلت لكم من تحت للفوق، دابا درت المول لبستو هكا بالورق الغذائي ودهنت ليه الجناب بالزبده ورشيت عليه شويه تاع الطحين. غادي نفرغ هاد الجينواز اللي عندي وغادي نديرها كي قلت لكم في وسط الكسكاس. القدره غادي تكون البنات هكا من التحت، غادي يكون فيها الماء تيغلي، وهذه غادي نديرها في الكسكاس وغادي نغطي الكسكاس بواحد السربيته وغادي ندير ليه الغطا تاعو، وغادي نخليها طيب ما بين 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، ونرجع ان شاء الله هكا باش نوريكم الشكل نتاعها. البنات هي بعد ما طلت لا جينواز تاعنا تجي على هذا الشكل هذا، هانتوما شوفوا كي تجي، انا خليتها حتى بردات تجي رائعه هاد لا جينواز البنات. تنتمنى هكا تجربوها، وانتوما كي تشوفوا تجي عاليه وتجي خفيفه في نفس الوقت وزوينه كي قلت لكم. انا غادي ناخذ الموز وغادي نقطعها على ثلاثه تاع الاجزاء باش غادي نخدموا ان شاء الله واحد الكاطو غادي نحطو لكم، غادي نقسمها على ثلاثة كي قلت لكم بعد ما نحيد لها هذا الورق هذا غير بشويه هكا غير بالعقل البنات. شفتوا كي تجي رائعه، تنتمناكم هكا تجربوها البنات
والبنات اللي ما عندهمش الفران او اللي حتى اللي عندهم الفران. شفتي البنات حتى اللي عندكم الفران راه تجي رائعه احسن من الفران. هكا في الكسكاس راه كي قلت لكم الحاجه اللي في الكسكاس راه تجي رائعه وخفيفه. غادي ناخذها وغادي نقطعها على ثلاثه الاجزاء كي قلت لكم هكا. غادي نعبر هذا الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث صافي. وغادي نقطعها انا بالخيط ونرجع ان شاء الله باش نوريكم هكا الشكل النهائي تاعها. صافي هي لا جينواز البنات بعد ما وجدت ليا تجي على هذا الشكل هذا تجي رائعه. هاد لا جينواز هادي تنتمنى كتجربوها البنات وتصدقي وتبقى هي المعتمده عندكم راه تتصدق البنات وتجي ناجحه وزوينه. غادي نحتاجوا باش غادي نزينوا هاد لا جينواز هادي غادي نحتاجوا 250 غرام تاع الكريمه اللي خليتها بارده في الثلاجه. انا خديت تاع العبار من طبيعه الحال تاع العبار البنات تتكون مسوسه زدت عليها 50 غرام تاع السكر سنيده. القاعده تاع الكريمه البنات هي كل لتر تاع الكريمه تنديروا معاه 100 غرام تاع السكر سنيده باش تنطلعوه وجوج شاصيات تاع الفاني. انا هنايا استعملت عندي السترو استعملت 50 غرام واستعملت جوج شاصيات تاع الفاني هكا باش ينكهوا عليا. هنايا عندي السيرو السيرو مكونه البنات من كاس تاع السكر سنيده وجوج كيسان الماء. هذه هي القاعده تاعتو. ممكن تضيفوا عليه شاصيه الفانيا اولا تضيفوا عليه طريف هكا تاع الحامض صافي. تتردوه فوق البوطه حتى تيذوب لينا هذاك السكر سنيده مع الماء صافي راه تيولي سيرو. تحتفظوا به بواحد القريعه وتديروه في الثلاجه في الماء احتاجتو ليه تجبدوه هكا تسقيو به راه ما تيخسرش. انا سقيت به لا جينواز كي تشوفوا وخديت لا جينواز هنايا كي تشوفوا قطعتها على حساب هذا الاطار هذا زولت ليها الجوانب باش تجيني مقاده في الفينيسيون. هنايا البنات عندي 100 غرام تاع الشوكولاط بيض. اما تاخذوا الشوكولاط بيض من نوعيه جيده تبقى افضل. الا ما عندكمش الشوكولاط بيض من نوعيه جيده غتاخدو الشوكولاط العادي هكا واحد 10 درهم تاع الشوكولاط وغتزيدوها على الكريمه تيبقى. الا ما عندكمش الشوكولاط كي قلت لكم من نوعيه جيده هو تيبقى افضل. صافي خديتو وذوبتو ها هو خليتو انا هنايا باش يبرد ليا باش منين نطلع الكريمه تاعي يكون هو بارد ما يكونش سخون ويطيح عليا. صافي منين غادي نطلع الكريمه غادي نبدا نضيفو شويه بشويه وانا تنطلع فيها. ندوز دابا نطلع الكريمه ونرجع ان شاء الله. صافي هو بعد ما طلعت هذيك الكريمه دابا غادي نضيف عليها هاد الشوكولاط كي قلت لكم بيض. من الافضل يكون نوعيه جيده هكا باش تعطيها واحد المذاق زوين البنات. صافي وغادي نعاود نطربها ان شاء الله حتى يدخل معاها الشوكولاط مزيان يدخل فيها. صافي من بعد ما طلعت الكريمه البنات هكا مع الشوكولاط خديتها ودرتها في واحد البوش. انا ما عنديش بوش درت في بلاستيكه هكا. اللي ما عندوش الشوكولاط البنات راه ممكن ديروا حتى بيرلي تزيد واحد الحق تاع بيرلي وتطربوا الكريمه راه تجي زوينه. غادي ناخذ دابا الكريمه وغادي نبدا نقادها هكا على لا جينواز اللي عندي باش يجيني هكا لوجين تاعها مقاد كامل. صافي هو بعد ما قديت لها لوجين تاعها بالكريمه دابا غادي ناخذ لا جينواز الثانيه غادي نزولها هكا من القاعيت اللي فيها وغادي نحطها على الكريمه البنات. نحاول نضغط عليها هكا بيديا باش تجينا هذيك الكريمه مقاده وما يجيش كنطلع وقنت هابطه البنات. صافي على هذا الشكل هذا غادي ناخذ السيرو دابا وغادي نسقي به هاد الطبقه هذه اللي عندي. صافي بعد ما فرغت الكريمه على الطبقه الثانيه دابا غادي نحاول نقاد ليها وجهها غير بشويه ونحطوا الطبقه الثالثه ونسقيوها بنفس الشكل. ها نتوما شفتوا البنات بعد ما درت الطبقه الاخيره صافي وسقيتها تنضغط عليها هكا باش تجيني مقاده. تنحيد هكا الجنيبات اي حاجه خاسره تنزولوها. صافي وغادي ناخذ الكريمه ونحاول نقاد ليها الوجهين تاعها ونخلي الكريمه هكا الجنيبات باش نقادو. تنحاول نقاد عليها الكريمه وهكا الا شاطه شي حاجه زايده مقببه تنزولها. صافي حتى تيتقاد الوجه خصو يجي ملس هكا بالكريمه ويجي مقاد وملس. صافي بعد ما قديت لها الوجه تاعها غادي ندخلها دابا للمجمد حتى تشد في راسها البنات هكا ويشدو هذوك الطبقه تاع الكريمه عاد باش نحيد هذا الاطار ونعاود نلبس لها الكريمه من الجناب وندوزو باش نكملو
المقادير باش غادي نكملوا هذه الكيكه. هذا البنات غادي ندوزو باش غادي نقادو هذيك الطبقه اللي تجي لامعه كامل فوق الكيك. غادي ناخذ غادي نحتاج ليها الناباج، هذا هو الناباج، ها انتما هذا هو الناباج. غادي ناخذ تقريبا واحد معلقه هكا ونص، غادي نضيف عليه شويه تاع الملون الابيض. بالنسبه للبنات اللي بغيو هكا يديروا النكهه من الفوق بلا ما ديروا الملون الفوق، غادي تضيفوا النكهه فقط. انا هنايا ما غاديش ندير النكهه، غادي نضيف عليه غير الملون البيض هكا واحد شويه صافي. وغادي نردو يدفى فوق البوطه، غادي نبقى تنحركو حتى تيدفى ويتطلق ليا هاد الناباج. هذا كي قلت لكم هالنكهه ها هي بالنسبه للبنات اللي ما تعرفوهاش هالنكهه للمبتدئات. النكهه الا بغيتو تضيفوها ما تضيفوش الملون. غادي نردو انا حتى يطلقوا ورجعوا ان شاء الله بين ما نجبدوا الكيكه من الفريز. صافي هو الكيك بعد ما وجد البنات كي قلت لكم تنخليه ليله كامله في الثلاجه في المجمد هكا باش يقبض راسو. راه هانتوما كي تشوفوا قديت ليه لوج تاعو والجناب. دابا غادي ناخذ هاد الناباج والملون وغادي نفرغو فوق هاد الكيك اللي عندي صافي. وغادي نحاول نقاد ليه لوج نتاعو على هاد الشكل هذا. من بعد تناخذ الشكلاط ذوبتو هكا ودرتو بلاستيكا هكا في هاد الورق هذا الغذائي. غادي ناخذو وغادي نبدا نقطع هو باش غادي نزين هاد الجوانب هادو البنات. هانتوما تشوف غادي نبقى هكا حتى نسالي الجوانب اللي عندي كاملين بنفس الشكل هكا عشوائي باش تعطي واحد الشكل زوين هكا البنات. هانتوما نزل لكم باش تشوفوا شتو صافي. غادي نبقى مستمره بنفس الشكل البنات. نعتذر منكم كان تيصحبني واش الكاميرا خدامه وهي ساكته. المهم بعد ما زوقت الجناب هنايا عندي الشوكولاط خديته وقطعت هكا وريقه، غنوري لكم كيفاش. وحده على شكل قليب هكا مفتوح وجوج قليبات مسدودين. وهذه وريضه درتها مع عجين الشوكولاط. خديت الكريمه اللي شاط ليا البنات ودرتها في البوش وبديت نزين هكا الجنيبات بوريضات. نعتذر انا كان تيصحب لي واش الكاميرا البنات خدامه وهي ساكته. المهم التزيين راه بسيط وتيبقى على حساب الاختيار نتوما تاعكم، على حساب المخيله تاعتكم البنات. ممكن تزينوا باي حاجه عندكم كالطحطح صافي. البنات بعد ما ساليت الدوره نتاع الكريمه هادو هما الوريقات باش طيبت الوريضات البنات. هكا خديت العجين تاع الشكلاط ودرتوه غير بين يدي هكا غير بشكل عشوائي طرقته صافي. تاخذوه وتحطوه وحده على وحده على وحده بهذا الشكل هذا حتى تتساليو الطواله، ومن بعد تجمعوه على شكل دائري صافي. من بعد تنبداو تلوي كي قلت لكم على شكل دائري حتى تنحصلوا على وريضه. راه ساهله البنات حتى تنكملوا هاد الطواله هذه كامله صافي. من بعد تنحلوا ليها الوريقات هكا. انا البنات تنزرب هكا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وانتم راه غتحلوا ليها الوريقات كاملين. وهذا هو الكيك نتاعنا نتاع اليوم البنات. ها هو وجد تيجي على هاد الشكل هذا، تيجي رائع هكا. ولا ما لقيتوش البنات هكا عجين الشوكولاط او لا ما عندكمش، راه ممكن تشريو هاد الوريضات. راه تيتباعوا واحد الوريضات عند مالي اللي تبيعوا هكا المستلزمات تاع الحلويات، تيكونوا عندهم غير تجيبوهم وتحطوهم. هانتوما تشوفوا تيجي رائع هكا. واقتراح بسيط هكا للمبتدئات. نتمنى كاين الاعجاب ديالكم البنات وتوجدوا جديداتكم وبالصحة والراحة.